نقيب معز حامدي مدير سجن قفصة. اليوم 29 أكتوبر شرفنا السيد الوالي بزيارته للسجن. هو سيد وكيل الجمهورية المحكمة الابتدائية بقفصة، زار جميع فضاءات السجن، الغرف، قابل المساجين. طرحنا له عديد الإشكاليات فيما يخص المساجين وما يخص الأعوان وإطارات العاملين بالوحدة، وتعهد هو وسيد وكيل الجمهورية باش يراسلوا عديد الجهات والسلطة المعنية اللي جد حلول في أقرب وقت. وكان زيارة فعالة واطلاع على عمل العوان وإطارات السجون، وإن شاء الله إن شاء الله اللي وعدنا به نتحصلوا عليه. اليوم زرنا السجن المدني بقفصة ولاحظنا يعني بعض الملاحظات، وإن شاء الله نحرصوا باش نفعلوها. بالنسبة للخاصة في الميدان الفلاحي عندهم يعني مجال كبير للعمل الفلاحي، إن شاء الله مع السيد مندوب الجهوي للفلاحة ومركز تكوين المهن الفلاحي باش نعملوا جلسة ونشوفوا كيفاش نفعلوا يعني الميدان الفلاحي، لأنه يضر يعني كثير من الأموال على إدارة السجن، وحتى السجناء يخرجوا شوي من كذا، من يخرجوا يخدموا شوي في الفلاحة. كذلك فما إشكالية في النقل، نقل بالنسبة للأهالي المسجونين يجوا يعني ربما يتشكوا من عدم توفر وسيلة النقل عمومية. يعني إن شاء الله بنشوفوا مع السيد المدير العام لشركة القوافل باش نبرمجوا يعني إن شاء الله محطة يعني ولا يوميا، ولا نشوفوا نعملوا جلسة معاه. واللي لاحظته هو الاكتظاظ يعني بصراحة الاكتظاظ كبير جدا. إن شاء الله نعمل مراسلة للسيد وزير العدل ونشوفه في إطار المخطط الخماسي الجاي، ربما يبرمجوش بناءات يعني جديدة يعني باش السجين كي يؤدي فترة العقوبة متاعه يؤديها في ظروف يعني أحسن.